أني من فضل الله تعالى قد أنشأت قصيدة على لسان الجامع الأزهر الشريف، كأن الأزهر يتحدث عن نفسه، وهي قصيدة نوبية، وقد سميتها النوبية الأزهرية، وهي القصيدة النونية الصغرى، وهذه في الطريق النونية الكبرى. ورأيت أن أختم بها المجلس إسحاقا لكم بها، إذ رأيت فيها بفضل الله تعالى التوفيق. ولا شيء كمثل الشعر إعرابا وإبانة عن الحقائق ونصرة، ولعل الله تعالى أن يجعل لنا بها سندا موصولا بسيدنا حسان، إذ فدي بحلية روح القدس يؤيده. الأزهر يتحدث عن نفسه، فإن الأزهر نطق. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر القرون وطيلة الأزمان، عين العناية والهدى ترعاني، وعلى مدى الأعصار يعلو في الورى بعناية المولى العظيم مكاني. وبفضل ربي لاح فضلي في الورى، فالعلم رمزي والهدى عنواني. وتلوح في أفق العلوم شواهدي، ويفوح في الدنيا شذا بنياني. أنا في علوم الشرع نجم مزهر، سطعت بشائره على الأزمان. أنا شمس تحقيق المعارف والهدى، ربي تعالى للورى أهداني. ما في من مقدار موضع ذرة إلا ارتوت بمحبة الرحمن. وأنا الحفيظ على مواريث الهدى، وأنا الوعاء لمنهج القرآن. تلي الكتاب بساحتي، وتأرجت بسماع آيات الهدى أركاني. ألفا من الأعوام والقرآن في صحني يرتل، فاستنار جناني. ولكم شرفت بأن تلوا في ساحتي سنن الشفيع، فأورقت أفناني. وتشابك الإسناد بين مشايخي، والزائرين لهم من الأعيان. ولكم شهدت الساجدين لربهم، ولكم شهدت الساجدين لربهم في ساحتي من كل ذي وجداني. حتى كأن منابري ومنائري بنيت بأهل الفضل والإحسان. وكم انطوت حولي القرون ومنبري، بالحق يصدع كي يزيح الجاني. مدش بالعلم أروقتي سمت، حتى جمعت العلم في جدراني. عندي تشابكت المنابع بالهدى، فمناهجي أرقى بلا نكران. شهدت لي الدنيا بحسن طرائقي في العلم، بل شهدت برقي.
المجيد وقادم النهج السديد له الإله حماني. أنا قبلة العلم المنير وكعبة للدارسين ومنبع الإيمان. وكم انبرت نحو الوفود فقمت في إكرامهم بالعلم والإتقان. ما في البسيطة أمة إلا وقد ألقت إلي بطالب ظمآن. فسقيتهم شهد العلوم محبرا ومزجتهم بالنور والإيقان. حتى غدوا كي ينذروا ويحذروا فأنا المراد بآية القرآن. وإن استفاضت في الورى أنباء ما قد خصني ربي به وحبالي، فمن الذي يرنو لنيل مكارمي؟ من ذا يقارع في الهدى برهاني؟ ولقد تركب منهجي من جملة أبوابها مثل الجنان ثمان. فهي اللباب وقد تجلى ساريا في سائر الأعيان عبر زمان. وهي التي صنعت عقول مشايخي وبها تشكل في العلوم كياني. وبها تميزت المدارس في الهدى، فإن انتفت فمدارس الشيطان. خذها هنا دررا كسبحة عسجد ولآلئ الياقوت والمرجان. سند الرواية والدراية والتقى متسلسل مترابط الأركان. وعناية كبرى بعلم وسائل فهم السديد وآلة الإمعان. والوعي والفهم الرشيد لمقصد الشرع الشريف الطاهر الرباني. وبهذه الأركان ينتج رابع هو حسن تنزيل الهدى القرآني، حتى نرى الآيات فيه تناولت مقصودها من غير لبس جاني. تعظيمنا من شأن أمة أحمد، فهي الوعاء الحق للإيمان. وتقصد الأمم المحيطة بالهدى حتى تشيع هداية القرآن. ومكونات العلم عند تمامها أصل ونهج ثم حال البال. فالوحي أصل الدين ثم مناهجي، في الفهم للوحيين ركن ثاني. وتراث أمتنا نعظم نهجه ونزيد فيه بمنهج نوراني. خذها إليك وقد تحرر نسجها وقد استنار بنورها تبياني. وبها تعطرت السطور وأزهرت منها الصدور وقرت العينان. والأزهري هو الذي قامت به تلك المعاني دونما نقصان. والأزهري هو الذي يعتز به فمعاقد التعليم طبع بناني. والأزهري هو الذي لا ينحني ويميل نحو مناهج النكران. والأزهري الحق إن عرفته قلت الذي يحنو على الإنسان. والأزهري الحق يصنع نهضة ممزوجة بتلاوة القرآن. والأزهري هو الذي يسعى هنا وهناك ينشر قيمة العمران. الأزهري يعلم الخلق التقى ويقود نحو صيانة الأوطان. يا طالب العلم الشريف،
فمنهجي هو طالب، هو عصمة للطالب الحيران، لا تعد عينك عنه، إن مآله خير مدى الأزمان والأكوان. كم من مدارس شددت لكنها بادت، وسبحان الذي أبقاني، فبقيت أشهد فضل ربي أنه كم صانني ولكم وكم أعطاني. عبر الأكابر فوق متن معارفي، فسموا وكانوا زينة البلدان، كانوا بحورا في المعارف والهدى، كانوا ليوث الحرب في الميدان. ومناجمي ملأى وبحري لم يزل يروي بفضل الواهب المنان. ولسوف أبقى شامخا والعلم في صحني منير، والشيوخ لساني، ثم الصلاة على النبي محمد ما حنت الدنيا لشجر أذان. فالله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.